انتبهوا لدعوة عظيمة ذكرها صاحب كتاب الترغيب، جاءت في كتاب الترغيب والترهيب في الحاشية، أن أشد دعوة على إبليس أن تقول اللهم إني أسألك حسن الخاتمة. إيش يقول إبليس؟ يقول أظنه قد فطن، يقول أظن هذا عاقل، دائما مع الله، دائما مع الله، بطرف العين، بنبض القلب، وهذه حياة النبي، لا تكني إلى نفسي طرفة عين، يا مقلب القلوب، دائما مع الله بالنبض صلى الله عليه وآله وسلم.